معلومة ممكن ما يعرفها البعض، الشعب الأكثر قراءة في العالم هم الشعب الهندي. المواطن الهندي يقرأ بمعدل 10 ساعات ونصف أسبوعيا وهو الأعلى. سامع صديق؟ يا الله رحمتك، من نمت يا بعد يا الحين وانا افكر اقول ليه اللي ياخذون خوات شي فضاوه يسمون عدلة؟ لا صحيح، وليه ليه يسمون عدلة؟ يعني عشان هم كلوا نفس المقلب وتعادلوا بالموضوع. طيب ماني نايم والله، شبعانهم خلاص ابشر. طيب هذا موضوع ثاني. هذا واحد يقول اخوي جاي من امريكا ومعه بنية صغيرة، يقول ما تحكي عربي تحكي انجليزي، يقول يوم جاي هنا بالسعودية تجمعوا على الغدان تهولين، واحد من الوغدان يسأل أبوه يقول هي مسلمي ولا كافر؟ المعارك أول والخنقات سيوف أسلحة ودنيا، الحين لا يا حبيبي هاشتاج صور الشاشة وما أدري وشو. يا حياتي والله استغرف. هالدغل مطبخنا أعوذ بالله خرع، لو تفتح الدرج ترى قالك ميت. استغرف، هاي بهارات حائلية بعد، فلفل حائلي. بسم الله، في شكارف جابوا عنده بهارات والله ما أدري. ايوه لا لا بحير وشو بريانك وسوي رجي من اول يوم اشوفك كل يوم، بس ما في منفعت روحك ما حد نافعك. شوف اتو مفلان، اوف اوف اوف، قم 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 ابى نقلق شوي، اترك النقلق اتركها عندكم. اوف يا بارد دق نفسي، احنا بذوق الخير قاصد دق دق نفسي. مره ثانيه فخر هذا، حط ولا بن عنعور، حط ولا من براطمه. هاي الله يجعله نمن من هالحراره. قم يلا غسلك. تقول واحده تقول حضرت لي عرس، تقول واقعد ارقص رقص خفيف ورايق وذف على حركه بطيئه، تقول قامت عجوز قالت يا وليدي اما ارقصي ولا اجلسي، لا تقعدين تمشين بهذا. صدمته، تقول من القهر حتى كرسيه ضيعته. تخيل شكلها. عن شريده اذا شرب القهوه لازم يقرا كتب. صحيح. الله مشي في راسك المفلوق، ما عين خير. سبحان الله وفي خلق الشؤون. ها ايه المسيون تقدر الصغير هذا ترى يعرف يتكلم انجليزي. ريح فيه. وش تولد بالله زيت زيتون ذا يمه. اما لو يجيني ولد زي ذا والله ركب له شاشة حماية، جراب، حمل له ضد أي شيء. وين هنظراك اللي مزعجين أيام الشتاء وأيام الربيع وأيام الأمطار؟ كل ما دخلنا لنا برنامج إلا هو. يا من يعلمني عن البد وبأخبار، أتكتب أخبار البدو ولا ما تنشد من أخبارهم إلا ايام البراد؟ اخبارهم لا هو بنا يشوي الوجه، وسلمت انت من لا هو ما سلمت انت من السطعه والرمضان اللي تصلك. سعد والله من جابهم حطهم هنا عشان تقول ترى والهم للشارع. مزعجيننا في الشتاء وقلنا ذا بس معهم بقي ما لهم خلي، يوم جاء القيضه ارقطوا ما عاد لهم سيله.